بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معكم أحمد محمود من بي برو تريدر أند فوركس تويت. اليوم الحمد لله قدرنا ننجح في تطوير باحث خاص بنموذج السوبر على سوق العملات، وبرضه بيقدر يبحث في السوق الأمريكي في بعض المنصات الميتا تريدر اللي بتقدر اللي بتحتوي على أسهم السوق الأمريكي. اليوم إن شاء الله هنطبق على المنصة الخاصة بجي اف دي بروكرز اللي هي أوريدي بتحتوي على عدد كبير من أسهم السوق الأمريكي، بحيث نوريكم ازاي تستخدموا الباحث على سوق العملات والامريكي سوا. الباحث اللي احنا مطورينه بشكل ذكي يقدر يبحث لك عن السوبر، ويقدر يبحث لك عن باقي نماذج الهارموني، الجارتلي، الباترفلاي، البات، كل البر اللي هو الاي بي سي دي، كل دي تقدر تبحث بيها. فكره الطريقه بسيطه جدا، كل اللي عليك انك انت هتروح تفك الضغط بتاع الملف اللي احنا موجود عن المرسلينو، بعد كده تروح على الملف، هتفوق هتاخد الملف كده، تعمل رايت كليك كوبي تنسخ ونسخ، بعد كده تروح على المنصة بتاعتك، تروح على فايل، اوبن داتا فولدر، ام كيو ال 4، اكسبرت، اتحط في الاكسبرت مش في انديكيتور، اكسبرت، رايت كليك وقول له بيست لصق. مجرد ما تسرر ولصق قول له اوفر رايت، هيشتغل معاك. انا مش هعمل اوفر رايت عشان انا اوريدي نسخه، فهيبدأ معاك الايه يتنقل هنا الملف. بعد كده تروح تفتح المنصة عادي، هتلاقي على المنصة المفروض لو القائمة عندك متظاهرة على اليسار، هتروح على فيو نافيجيتور او تيرمينال نافيجيتور هو متصفح، هتلاقيه موجود عندك هنا سوبر بي بي تي فوركس تويت، رايت كليك اتاتش فخذ الشاش، هتقول له نعم لو كنت انت حاطه قبل كده. ده الباح ده الاكسبرت، الاكسبرت ده ذكي جدا وبيعمل لك بحث عن الفرص، وبرضه في امكانيه انه يتداول اليا على الفرص اللي لقاها، بس انا قافل الخاصيه دي الان، خلوها نو لغايه ان ده موضوع ادفانسد شويه ممكن اتكلم عليه في شرح تاني، بس الان مبدئيا هو الان معمول ان هو يبحث لك عن النماذج اللي انت حابب تلاقيها. مجرد ما تدوس اوكي هيبدا يطلع لك الشاشه اهي كامله، دي الشاشه بتاعت في الخط العمودي كده، دي العملات والاسهم، اليمين ده التايم فريم، تقدر لو ضغطت كده تعلم على كل ما يخص مثلا الدولار فرانك. فانا مثلا هختار الشركه واقول له مثلا ابحث لي عن نماذج الدولار فرانك من الويكلي لل 30 دقيقه كمثال، وهاخد مثلا مثال ناخد سهم من اسهم السوق الامريكي مثلا، هتلاقي القائمة ظاهرة في النص. زي البروكر ده يحتوي على أسهم صينية وأمريكية. طيب ماشي، ممكن ناخد بابا مثلا، أدي بابا، أوكي أدي بابا كده، هختار برضو على ال 15 دقيقة. تمام، ناخد كمان سهم مثلا اتش بي او، خلينا نعمل كده ننوع شوية ونرجع تاني مثلا ناخد حاجة من العملات. انا كده هقول له اضغط زر اوكي، هيبدا مباشره يبحث عن التايم فريم العملات اللي انا اخترتها دي، هل في نماذج معينه. خلينا نشوف بس الباوند الاسترالي، خلينا مثلا واقول له اوكي. هنا بيقول لي ايه النماذج اللي انت عايز تبحث، الاي بي سي دي اللي هو البر، الجارتلي، البات، السفير، الدرايف، السوبر حبيب الملايين اهو، السوبر ايجابي ولا سلبي، بولش اور بيرش، اللي انت عايزه. اوكي، السكانر ده يا شباب انت لازم تكون محل الفرصه، فده يعني لازم تكون عندك خبره في الهارموني او خبره في نموذج السوبر عشان تقدر تستفيد منه الفايده ايه العظمه، مش مجرد اي فرصه تظهر لك تقوم طبق في الفرصه، لازم تكون عامل توب داون اناليسيس، يعني لازم تكون مثلا فاهم هل فعلا وجود السوبر هنا ليه معنى ايجابي ولا لا، هل وجود الجارت اللي هنا ايجابي ولا لا. كل دي ادوات يعني عشان تقدر تستخدم الباحث بشكل ممتاز، لان الباحث مساعد للشغل وتقدر تعتمد عليه كمكمل او كفرص، يبحث لك عن فرص بشكل اسرع ان شاء الله. كمان احنا شغالين حاليا قبل ما نخلص البرنامج البحث، شغالين حاليا بنطور حاجه خاصه بالعرض والطلب، باحث برضو هيبحث لنا عن الفرص اللي موجوده داخل مناطق العرض، داخل مناطق الطلب، ماشيه مع الترند، المناطق المتداخله، كل ده. طب الان بصوا يا شباب، ادي النماذج اللي جت دي هنا مثلا، دي بيسموه ايه هنا، ايه التريدبل، في تريدبل باترن، تريدبل باترن دي ايه يا شباب، تريدبل باترن يعني نماذج حاليا معطيه دخول. خلينا نقول مثلا زي الباوند فرانك على الاي بي سي دي، في اي بي سي دي بولش ايجابي، لو عملنا كده ادي اي بي سي دي اهو نموذج بر، عامل اي بي سي دي اهو كده معطيك الدخول من هنا، ادي الدخول، ادي الهدف، ادي وقف الايه الخساره ماشي.
مثلا السوبر، خلينا نقول سوبر حبيبنا، ادي فرانك، خلينا نقول دولار فرانك، ادي نموذج على الدولار، على الدولار فرانك. هو النموذج هنا برضو يعني هو قال ازاي، قال ان القمة دي اعلى من القمة دي والقاع هنا، فهو بالنسبة له الى الان باتن سليم. تدخل في هنا على الكلوز بتاع الشمعة، ستوب لوس تحت، هدف ايه فوق، ده كده احد النماذج. طيب بابا مثلا، ادي مثلا نموذج، ادي سهم بابا، السبايك دي معديه القاع ده، فهو بالنسبه له كل ده يعتبر قمه واحده. فالى الان في نموذج سوبر في المنطقه دي، اوكي حلو. تقدر كده تطلع الديفلوبينج، الديفلوبينج ممكن معظم شغلنا يبقى على الديفلوبينج، اللي هي اللي هي العملات اللي رايحه تكون سوبر، احنا بتكون زي السوبر ده كده مثلا، ان هو حاليا هنا عشان يطلع يكون سوبر سلبي اهو، هيبقى عند الكتف ده هنا تمام. ممكن برضو بابا عامل جارتلي، ادي جارتلي، لو نزل للاريا دي فرصه للشراء. الخط الاحمر ستوب لوز، الخط الازرق الهدف. انت هنا هتلاحظ في الباحث مكتوب هنا ايه، ال ار تو ار اللي هو ريسك تو ريورد ريشيو، يعني مثلا 1 مقابل 2.3، يعني مثلا كل 10 نقاط قدامها 23 نقطه، او مثلا كل دولار تخسره قدامه 23 نقطه ايه، او دولارين و.3 مكسب. الباحث ده يقدر يجيب لك الحاجات دي، ممكن يجيب ال 5 او 05 اللي انت عايزه. اولد بيعطيك النماذج القديمه اللي اتكونت اوريدي، يعني خلاص النماذج خلاص تكونت وخلصت واعطت نماذج اهدافها وخلاص، ان كان بمكسب او كان بخساره. هنا العمود ده التايم فريم نفسه، التايم فريم 1 دي التايم فريمات، ده اخر اكشن. اتمنى يكون البحث سهل. البحث شباب احنا عاملينه مفتوح كتجربه الى تاريخ 2/7/2016، ان شاء الله يكون جيد. واي استفسارات اخرى احنا حاضرين في الاكاديميه، ان شاء الله البحث هيكون مطروح للبيع من بعد الفتره دي، وان شاء الله هيكون موجود من خلال الاكاديميه. شكرا لكم.